حنا خصنا نقوموا بالواجب ديالنا في بلادنا باش ندافعوا عليها في وقت الشده، وباش ننصحوا الحكام ديالها وعلى راسهم جلاله الملك. باش نكون معكم زعما واضح، دين النصيحه. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم. ها وسيدنا واحد القضيه، انا ما عمرني شفت شي واحد فيه اللطف والتواضع اللي شفت في سيدنا مع المرجعيه. انا نقول لكم، واحد النهار كنا انا وياه نصليو، كان يوقفني دائما قدامه. واحد النهار قلب عليا ما لقانيش قانون فين السنكرة، ما قال الامام الله اكبر حتى رجعت قدامه. قال لي سي الصالة فري ديموكراسي، هذه هي الديمقراطية الحقيقية، الناس مصطفون امام الامام. واحد النهار عيطت عليه قلت لي نعم سيدي، هاد الناس اللي كيجيو ديال الامن نهار العيد غير قول لهم يمشيو في حالتهم، راه ما كاين حتى خطر هاد نهار العيد يمشيو يعيدوا مع وليداتهم. قال لي قول لهم انت السي المكر، قلت له نعم سيدي شوف راه اليوم الجمعة، إذا ما بغيتيش تخرج تصلي الجمعة راه ما عليكش، راك صليتي العيد. قال لي السي المكران، تنقول لهم نهار الجمعة ما تسولونيش واش غنمشي نصلي، لأن إلا سولتوني غنقول لكم إياه واخا نكون مريض. هذا ملككم حافظوا عليه، ما تبقاوش تسمعوا الإشاعات والدور. إحنا مسلمين، أمرنا بالسمع والطاعة في المعروف، وأمرنا على عدم الخروج على حكامنا إلا إذا رأينا كفرا بواح لنا فيه من الله برهان. هذا كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي كلام ديال عبد الله بن كيران. وهذه هي المرجعية اللي تنتكلم لكم عليها وتنعود لكم عليها، وخصنا نبقاو على هذا العهد. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.